مساء الخير. مصادفة دخلت عالم التمثيل، وقعت الكاميرا في عشقها، ووقعت هي أسيرة هذا العالم الساحر الفتان. هنا يصير الواحد متعدداً والفرد جماعة، وذلك عبر تراكم الأدوار والشخصيات التي يؤديها على الشاشة. وتلك المصادفة الجميلة التي قادت ضيفتنا ذات يوم إلى تجربة أداء أعطتنا نجمة جميلة وممثلة قديرة، رحب بها المخرجون والمنتجون وأحبها المشاهدون، فكان أن لمعت في الشاشتين في السينما وفي التلفزيون وفي مختلف الأدوار التي كرستها واحدة من نجمات الجزائر اللواتي يحظين بالحب والتقدير. ونحن في بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يسعدنا أن نكون دائماً بيتاً بمنازل كثيرة، أن نكون بيتاً يتسع للمبدعين مشرقاً ومغرباً، لنقدم معهم وجبة إبداعية دسمة نتعرف من خلالها عليهم أن وأياً كانوا، فكيف إذا كانوا من قماشة بديعة نفيسة كضيفتنا المتألقة النجمة والممثلة الجزائرية القديرة إيمان نوال. أهلا وسهلا بحضرتك ببيت القصيد. مساء الخير، وأشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة، وأنا جد سعيدة وأتشرف بوجودي في برنامجك، وشكرا على اهتمامك ب فنانين من المغرب الكبير ومن باقي بلدان العرب. يعني يسعدنا وجودك معنا. حضرتك كنت بتتمني أن تكوني يعني تدخلي عالم الموسيقى والغناء أو الأدب والكلمات، ولكن المصادفة يعني خلتك تدخلي عالم التمثيل. هل تشعرين بالرضا يعني الآن على ما وصلت إليه، ويعني تقولين أنه حسناً كانت تلك المصادفة؟ أكيد، يعني مع الوقت وبعد حوالي يعني 15 سنة من التجربة من في ميدان التمثيل، الواحد بيشوف يعني الصعوبات والتضحيات اللي الواحد لازم يقوم بها، فيقول يا ريت مثلا كنت نكمل دراستي ونخليها يعني كموهبة. أنت تركت شغلك وتركت دراستك لأجل التمثيل، تمثيل حياتي. وجدت نفسك في هذه المهنة، في هذا المجال؟ صحيح، أنا لما يعني اكتشفت هذا العالم حبيته كثير، وفي الأخير يعني خليته يعني هو بصدفة، ولكن صار كل حياتي. أجمل ما وجدتيه في عالم التمثيل، يعني شو اللي خلاك تعشق يعني التمثيل إلى هذه الدرجة؟ هو في الأول أنك تصير تتعامل مع ناس اللي كنت تشوفهم هما فنانين كبار، تشوفهم في التلفزيون وأنا كنت صغيرة وشابة، فصرت أتعامل مع هاد الفنانين الكبار، يعني كان حلم أو بالنسبة لي كان مستحيل هذا اللقاء، فصرت نتلاقى بهم وأكثر، يعني صرت أشتغل معهم، فأكيد هذا الشيء اللي خلاني نتشجع أكثر. وبعد يعني تجربة بنفسها عجبتني. طيب شو أضاف لحياتك التمثيل؟ شو غير فيها؟ هل كان تغيير دائماً نحو الأفضل؟ والله في لحظات بتقولي يا ريت لحقت حلمي الأول يعني؟ فيه وعليه أكيد. لما يكون عمل وكل كل عمل هي فيه كل تصوير يكون مع فرقة جديدة، مع ممثلين جدد، مع ناس تحبهم تتمنى أنك تتعامل معهم، أكيد في كل مرة نكون سعيدة. ولكن في نفس الوقت لما الواحد يعني الفنان بيشتغل مرة في السنة أو في السنتين أو في ثلاث سنوات على حسب، فالواحد يراجع نفسه ويطرح أسئلة على نفسه، هل قمت بالاختيار الأفضل؟ هل ما كانش لازم أني نعاود نرجع للدراسة أو أقوم بعمل تاني وهذا نخليه لما يكون عندي وقت ولما أنا نكون حابة نصور؟ أكيد فيه أسئلة، لكن الحمد لله يعني فيه أمل وفيه إيمان بال... قبل ما أحكي عن الأدوار، حضرتك لما يعني عملتي أول تجربة كنت رايحة مع بنت خالتك اللي هي مفترض كانت تعمل كاستنج، صح؟ صحيح. شو صار فيها أولا؟ وين بنت خالتك؟ شو عملت؟ وحضرتك كيف طورتي نفسك كممثلة يعني؟ هي شوف، كان فيه سلسلة فكاهية عرفت نجاح كبير في الجزائر. نعم.
ناس ملاح سيتي للمخرج جعفر قاسم. كان فيه الموسم الأول والموسم الثاني. حضرتك بالثالث بدأتي. إيه هما اتصلوا بي في الموسم الثاني ولكن ما قدرتش. نعم. وشاركت في الموسم الثالث. حقيقة هي بنت خالتي مريم اللي نحييها من خلال الشاشة هذه. قالت لي أنا راح نشارك في كاستينج ناس ملاح سيتي وأنا حبيتها كثير هذه السلسلة، فقلت أنا ثاني حابة نشارك فيها، ولكن يعني ما كانش عندي طموح أني أصبح ممثلة. نعم. كنت حابة يعني بس أشارك فيها في مشهد أو مشهدين ومن حظي يعني لما قمت بالكاستينج قبلوني، ولكن اقترحوا عليا أني أشتغل كمديرة كاستينج معهم في نعم. في الإنتاج، فأكيد قابلت بهذا المغامرة. ومن بعد يعني بدأوا الأدوار، بدأت بمشهد صغير مشهدين، بعد أدوار كانت كبيرة يعني الوحدة اللي ما عندهاش خبرة وما عندهاش تجربة في الميدان، وبعدين الحمد لله يعني تلقيت تشجيع من طرف المخرج اللي معروف بأنه يكتشف المواهب الجديدة. صحيح. وكذلك تشجيع من طرف كاتبي السيناريو سامي لوصيف ويعني سكوسيم، وانا خلاص سكن عروقي هذا التمثيل. ومريم شو عملت؟ مريم اصبحت ربت بيت، تزوجت وهي ام لبنتين مسيها بالخير. يعني الدنيا اقدار. شو هذا دليل انه الدنيا اقدار. قبل ما اطرح المزيد من الاسئله نذهب برفقه زميلتنا سحر حامد ورفقتك الى مدينه صيدا في جنوب لبنان. نستمع الى حضرتك في قطع وصل. معكم إيمان نويل، ممثلة جزائرية من مواليد 85. أنا ناشق السفر وحلمي أني أزور كل بلدان العالم ونكتشف ثقافتها وكل شيء فيها، ولكن الحمد لله المهنة تاعي هي أيضاً خلتني نسافر البلدان اللي ربما ما كنتش ناوية نسافر لها. أنا هذه ثالث زيارة لي في لبنان. لبنان هذا البلد اللي زارته أمي في السبعينات وخلتني نحبه، وبعدين يعني تعرفت على أصدقاء لبنانيين في الجزائر، هما بدورهم خلوني نحب البلد، بحب شعبه، بحب ثقافته وتاريخه والدبكة يعني اللي أنا مهتمة بها، لأني بحب كثير الرقص. في كل مرة نجي نحاول أني نكتشف مدينة من مدن لبنان. أولاً أنا ممثلة، ولكن في سنة 2010 كانت اتصلت بي قناة نسمة تيفي اللي هي قناة مغاربية، وأخذتني في مغامرة جديدة وتجربة جديدة اللي هي التقديم. بعد كانت عندي تجربة تانية في التقديم وقدمت برنامج في الجزائر. بعتبر حالي ممثلة، يعني هذا التمثيل دخل في عروقي في حياتي وأكيد أنا ممثلة. أكيد أنا إنسانة تحب الإتقان في كل شيء يعني تحط عليه إيدها. في عملي نحاول أني أكون بروفيشنال لأقصى درجة. هل يمكن أني نقلد اللهجات؟ أكيد لازم علي كممثلة أني نتعلم لهجات أخرى، خاصة إذا كان حابة أن نشارك في أعمال خارج الجزائر. وحتى في الجزائر مثلاً هذه السنة كان عندي شغل بلهجة غير اللهجة تاعي، يعني لهجة الغرب، لهجة مدينة وهران، والحمد لله أني توفقت فيها وناس وهران حبوني فيها. يعني إن شاء الله بحبوك بكل اللهجات، مش بس داخل الجزائر، أيضا اللهجات العربية المختلفة. بعد 15 سنة من التمثيل، شو أبرز الأعمال اللي بتعتزي تفتخري أنك قدمتيها، سواء بالدراما التلفزيونية أو بالسينما؟ أكيد كل تجربة تبقى مختلفة عن التجربة السابقة، وفي كل مرة نحبها، ولكن فيه من الإنتاجات اللي تبقى عزيزة لقلبي. أكيد أول مشاركة لي، أول إنتاج، أول أدوار لي ناس ملاح سيتي. فيه مسلسل موعد مع القدر اللي خلى الناس تكرهني لأنه كان عندي دور ماكيافيلي، دور إنسانة شريرة. فيه فيلم ياسمين شويخ إلى آخر الزمان واللي تحصل على العديد من الجوائز. يعني كان الثقافة الجزائرية رشحته ليكون بالأوسكار وقتها، يعني يمثل كان الجزائر يرشح في الأوسكار. وفيه في دور ثاني يعني رميسة هي
شابة طالبة متمردة عندها شوية من الحركة. أي الأدوار أحب إليك؟ الأدوار الإيجابية ولا الأدوار السلبية؟ يعني الشخصيات الشريرة ولا الشخصيات الطيبة الخيرة العاقلة؟ أكيد أنا نفضل الشخصيات اللي تبعد على شخصيتي. نعم. يعني حتى أنا نحس أني نتقمص. نعم. دور ونسكن في شخصية أخرى أو نعم. نخليها هي تسكنني. رغم نجاحاتك، رغم الأدوار المتعددة اللي قدمتيها، بتقولي بعدك يعني ما طلعتي أو يعني لم يستخرج منك كل الطاقات الكامنة كممثلة، صحيح؟ كأنك عايش معنا في الجزائر وتعرفني يعني. لا، ما أنا من محبي الجزائر، الكل بيعرفوا يعني وعايش معاكم طبعا. صحيح صحيح، نشوف نعم. أنه ساعات في سطحية يعني. نعم. مع احترامي للمخرجين، مش كلهم. نعم. ولكن في مخرجين يعني ما بيعملوا بحث ولا يقوموا بمجهود. نعم. من أجل التغيير. يعني أنا مثلا نتمنى لو فيه مخرج جزائري لما يكلمني ما يقولش لأنه هذا البروفايل شبهك. لا. لا، يقول لي إيمان أنا نطلب منك أنك تزيدي في الوزن وتضعفي وحاب أنك تغيري قصة. لا. شعرك، لون شعرك، أي شيء. وطبعاً أنا راح نخدم على الجانب النفسي والشخصية. ما عندك مانع طبعاً تأدي أدوار أكبر منك سناً في الواقع. لا يعني لا، سيدة لا. متقدمة لا. في السن. بالعكس، عجوز. بالعكس. نعم. بالعكس، أنا نتمنى أنه يكون في عندي دور اللي يخلي ناس ما تقدر تتعرف عليا. هو الحقيقة يعني المنتجين والمخرجين هالاستسهال وتنميط الممثلين موجود بكل العالم، وربما يعني بالعالم العربي واضح الشيء انه اذا ممثل نجح بدور معين فدائما بيعرضوا عليه ادوار شبيهة. كيف تكسري هذا الامر؟ يعني النمطية اللي ممكن يوقع فيها اي ممثل ويضل محصور كل حياته بادوار معينة. مثلا لما فيه حالات وين يعطوني السيناريو. نعم. ونكون من الأولين اللي يقرأوا السيناريو، يعني من قبل توزيع الأدوار، فممكن أن يقولوا يا ريت لو تحطني في دور تاني أصلاً. نعم. أنا نحس هذا الشخصية. نعم. أكثر، فيا ريت لو نكون فيها إذا ما فيش مانع وإذا ما فيش توزيع من قبل، ونحاول أن ننوع ما بين سيتكم ونرجع للدراما باش ما نقعدش في. نعم. بعرف أنه حضرتك بتحلمي أو بتتمني بالأحرى أنك تقدمي شخصية سيدة وردة الجزائرية بعمل، صحيح؟ أكيد، سيدة وردة هي. نعم. رمز. نعم. من رموز الفن في الجزائر وحتى عندنا في العرب كلهم. نعم. يعني كل واحد أو كل ممثلة ربما تتمنى هذا الدور. نعم. ولكن بعد هل يليق بي؟ يعني أنا هل سأستطيع أني أؤدي دور هذا؟ هل بتتمني فقط لأنها يعني رمز غنائي كبير ونجمي؟ ربما لأني في الأول كنت نحب الغناء. نعم. وأنا نحب الأفلام اللي فيها بيوغرافي، اللي تحكي على سيرة. نعم. ذاتية. سيرة ذاتية لشخص يعني فنان كان أو. نعم. شخصية عامة. شخصية عامة. وسيدة وردة الله يرحمها نحبها ونموت عليها ونحب أغانيها، فأكيد نتمنى حتى لو مشي أنا يعني فنانة أخرى جزائرية، نتمنى أنه في يوم من الأيام نشوف أنها فيلم أو مسلسل. أحد المنتجين أو المخرجين يسمعك الليلة ويعرض عليك إن شاء الله. إن شاء الله. مثل هذا في الأمر في إمكانية أنه يكون يعني إنتاج مشترك. ممكن يكون عمل عربي يعني. عمل يصور عربي يعني طبعاً. ممكن في مصر، ممكن طبعاً. تعاون بين مصر والجزائر. مصر، الجزائر وأكثر. فرنسا، يعني هي جعلت البلدان كلها في ممثلين وممثلات كانوا بالنسبة لإلك يعني نموذج هيك يحتذى، سواء لما كنت صغيرة أو لما أول ما بديتي يعني في هذا العالم، في رموز معينة، أسماء يعني تذكري لي أسماء؟ في الجزائر؟ في الجزائر وفي العالم. في الجزائر يعني لما بديت نحب التمثيل أكيد وتلاقيت مع الفنانين الكبار. نعم. بقيت نتمنى يعني نوصل لما وصلوا ليه فنانين كمثلا سيدة باهية راشدي اللي نحبها ونحترمها. نعم. بزاف. فيه السيدة عيدة قشود بيونة اللي هي فنانة تانية ناجحة. نعم.
كثير وناجحة حتى في فرنسا وبتعمل أفلام وسلسلات. فريدة كريم فيه الكثير يعني من الفنانات. على كل حال بنحيي الجميع. بتقولي حضرتك أنه البطولة ما بتهمك بقدر ما بهمك الدور. الدور شو اللي بهمك بالدور؟ يعني شو مواصفات الدور اللي بيخليك تقولي نعم أقبل المشاركة في هذا العمل؟ أنا نقول إحنا هو يعني كما في الحياة، نعم، كل واحد عنده دوره في المجتمع. صحيح. فكل دور مهم. نعم. يعني أبسط موظف راح تلقى عنده أهمية، فكل واحد عنده أهميته، وهذا ينطبق على الأدوار. المهم أن نوصل من خلاله رسالة أو نوصل شيء، يعني نعم. مش لازم نكون ظاهرة من أول المسلسل الآخر. مهم نعم. لما نفوت راح نخلي المشاهد يتذكر إيمان ويتذكر يعني نعم. دوره تحت. يعني بهالمعنى مساحة الدور ما بهمك، يعني إنه طول الدور أو قصره عدد المشاهد. كل واحد يعني نتمناه أدوار رئيسية طبعاً. أدوار طبعاً. اللي تخلينا نبانوا نعم. أكثر ونعملوا فيها أكثر، ولكن مانيش ضد. ليس يعني هذا الهدف الأول ليس يعني. هذا هو هدفي، ولا كان في يوم من الأيام مثلاً هدفي الشهرة. نقول الشهرة دائماً هي نتيجة العمل تاع الإنسان. قرأت أنه حضرتك يعني ما بتقبلي الأدوار التي تخدش الحياء بحسب تعبيرك، ورفضتي دور لأنه يتضمن مشهد اغتصاب. صحيح؟ صحيح. لأنه بكل بساطة أنا ممثلة بدأت في التلفزيون الجزائري. نعم. يعني الجمهور العريض، والحمد لله علاقتي مع الجمهور رائعة. الكل يعني يحبني. نعم. ويحترمني. ونحن حتى كمان. الناس الملتزمين. نعم. الله يسلمك. حتى الناس يعني الأشخاص الملتزمين لما نتلاقى معاهم في الطريق يتوقفوا ويحكوا معايا. يعني في مشهد خليني نحكي لك عليه بقى. نعم. راسخ في ذاكرتي. في يوم من الأيام كنت راجعة من المسبح من البيسين، وحتى موسيقى في السيارة ومع نعم. صديقاتي طبعا. في وسط يعني كانت في عجقة كما تقولوا. نعم. كان في ازدحام في السير، ففيه سيارة، كانت في سيارة على جنبي، وكان في امرأة مجلببة يعني. نعم. لابسة جلباب ومع أطفالها، وجوزها كان يسوق، فيقولها شوفي شوفي، فعملوا هيك وصاروا يحيوني. فأكيد نخجل من هذا الجمهور، وإحنا نبقى مجتمع محافظ. ما نقدرش يعني نوصل في جرأة من جرأة. نعم. لو جرأة عندها هدف طيب. في معين. ممثلين أوكي. بيعتبروا أنه الممثل ممثل، يعني يؤدي هذا تمثيل، هذا ليس واقع، وأنه الشخصيات السلبية والإيجابية موجودة بالحياة، فبالتالي الممثل يؤدي كل الشخصيات. لا صح، ساعات ما نحبش نحس، أنا كممثلة ما نحبش نحس هذاك الشعور أنه عندي ليميت. نعم. ساعات بيزعجني الأمر. نعم. ولكن في نفس الوقت نظن أنه مش الأدوار الجريئة هي اللي تخليني نعم. ناجحة. صحيح. طيب هل ممكن تقبلي دور في السينما هو نفسه لا تقبليه في التلفزيون؟ بمعنى أنه السينما تذهب الناس إليها، بينما التلفزيون هو يأتي إلى الناس، بمعنى موجود في بيوتنا ومنازلنا جميعا، بينما الفيلم يختار ممكن. المشاهد ممكن. هو يختار ممكن. هو يختار ممكن. الفيلم على حسب يعني الدور وعلى حسب القصة. إذا كان عندها مغزى، إذا كان عندها رسالة مهمة، أكيد راح نقوم به. يعني مش هذا الاغتصاب. أنا كنت سألت المخرجة، قلت لها من غير ما تزعلي حابة نعرف ونفهم كيف راح يصور المشهد. نعم. إنه إذا في مبرر أوكي في القصة ممكن. نعم. ولكن إذا ما فيه مبرر وهيك مشهد لا. ما نعم. وكان ما أول مرة بترفضي دور، عادة بترفضي العمل يعني. ممكن إيه نقول. نعم. يعني بكون العمل كله مش عاجبك، بس كان أول مرة يعني يمكن العمل عاجبك بس الدور لم توافقي عليه. كان أول دور صح. صحيح. وافق عليه. ندمتي بعدين شيء ولا لا؟ لا لم أندم. لم أندم. قلتي لا كان قراري يعني. لم أندم تماما. في مكانه. إيه؟ عندك هيك يعني رأي نقدي تجاه الدراما الجزائرية، يعني مش راضي كثير على واقع الحال الدراما بالجزائر، الدراما التلفزيونية. ليه؟ يعني خصوصا على مستوى السيناريو والنص وهذه المسائل. لما الواحد يكبر على مسلسلات مثل دار سبيطار اللي هي الحريق. نعم.
يكبر على لي فاكونس يعني عطلة المفتش الطاهر او حسن طيرو او كل هالافلام، الواحد يصير عنده متطلبات اكثر، يعني بيحب يحافظ على نفس المستوى. نعم. واليوم نشوفوا يعني رغم كل التطور اللي يخص يعني الجانب التقني وال يعني كل التطور اللي وصلنا له، التكنولوجي اللي حاصل والتكنولوجي، ونشوفوا انه فيه مثلا اليوم في الجزائر العديد يعني فتحت العديد من القنوات الخاصه، بنشوفوا انه فيه تعدد في الانتاجات ولكن نوعيه تكون يعني الكم على حساب النوع، ما تكونش دائما في الموعد. طيب الغريب شوي انه الجزائر يعني في الجزائر خصوصا في المغرب العربي الكبير عموما في يعني روائيين كبار وروايات ناجحه جدا يعني ومترجمه الى لغات في العالم وجوائز. انا استضفت يعني العديد من الروائيين الكبار من من الجزائر، لماذا لا تحول يعني هذه الروايات الى افلام او الى بعرف انه في البعض منها تم تحويله او الى مسلسلات تلفزيونيه؟ صحيح. كما قلت هي ممكن، ولكن ربما المنتجين ما عندهمش هذا التفكير او ربما يخافوا دائما فيه، لانه فيه حقيقه مشكل سيناريو. يعني حتى ما عندناش لو ورشات كتابه وما عندناش، فممكن تلقى فيه كتاب يعني مش معدوم من تماما طبعا. ولكن ناقص فيه خلل في كتابه السيناريو، وهذا في الاخير يرجع يعني لاختيار المنتجين. هما بيفضلوا ياخذوا سيناريو جديد ويجيبوا حاجه جديده للتلفزيون. في روايه معينه مثلا لو صار لك فرصه، لو عرضت عليك ان تؤدي يعني شخصيه اساسيه منها، بتقولي يا ريت الروايه لو يتم تحويلها لفيلم او لمسلسل تلفزيوني؟ اكيد يعني مثلا فيها من روائيين جزائريين اللي بتريدي. احنا المعروف انه اليوم مثلا روائي ياسمين خضرة، عامل لي زيرونديل دو كابول، عامل لاتونتا، عامل لا معروف يعني الاسم معروف ياسمين خضرة. في له اليوم فيلمين مع الكسندر اركادي، باسكو لو جور دو ا لا نوي، عفوا نعطي لانه كل عناوين بالفرنسي، وحتى اخر فيلم عملوه كان مقتبس، فاكيد يعني شيء معمول معاه بس مش في الجزائر. احنا لازم نفكروا في الموضوع، في وسين الاعرج، في كتب لامين مالوف، في كتاب اللي فينا يعني ناخذوا من روايتهم ونكتبوا نتمنى سيناريو. يعني ان تستعين السينما العربيه والدراما العربيه مش بس الجزائريه، يعني دائما انا بذكر انه السينما المصريه قدمت اعمال رائعه يعني عن روايات نجيب محفوظ وحسام عبد القدوس، وايضا في الدراما يعني نفس الموضوع، وعملوها مع احلام مستغنمه، اخذوا ذاكره الجسد وعملوا مسلسل، ولكن للاسف المسلسل يعني لم يكن في مستوى العمل الروائي يعني على الاقل، ولكن محاولة. معروف انه لما يكون اقتباس للفيلم ما يكونش دائما ناجح كما هو مكتوب في الروايه. لو سمحتي لي نتوقف لحظات سريعه ثم نتابع بيت القصيد مع النجمه والممثله الجزائريه القديره ايمان نويل. يا لأيامي تمرست. ما دام التمرست عزيزة عليك، لما رحلت أنت وأخيك إلى بير غرامة؟ ما رحلنا إلا مكرهين، ولو خيرنا ما غادرنا أبدا. ليتكما عرفتما تمرست، إنها إحدى أجمل بقاع الأرض، كل من يزورها يعشقها ويصعب عليه فراقها. ليتنا نستطيع الحفاظ على كل ما نحب. دائما هناك من ينتزع منك ما تحبين فينتزع قلبك معه، هذا الذي حصل معنا في تمرست.
مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع الممثلة الجزائرية القديرة إيمان نوال. بكرر ترحيبي بحضرتك ببيت القصيد. عطفا على اللي كنا عم نحكيه قبل الاستراحة عن واقع حال الدراما الجزائرية ورأيك بما يقدم، الحقيقة في المنافسة التركية، يعني هاي مش بس بالجزائر، موجودة في لبنان، موجودة في العديد من البلدان العربية. المسلسلات التركية المدبلجة للهجات العربية يعني منافس حقيقي أصبحت للإنتاج الدرامي، بتشكي حضرتك من هذا الأمر أيضا؟ لا، يعني هو حقيقة كنا نشوف دراما سورية كانت عندها يعني مكان وحصة مهمة في التلفزيون، وكنا نتبعوها، نتبعوا الأفلام المصرية، وفجأة ظهرت هذه المسلسلات التركية وعملت باز وعرفت نجاح. أنا مش رافضة هذا الفكرة، ولكن ما لازمش يعني نبعدوا كثير على ثقافتنا وعلى هويتنا ونروحوا لمسلسلات أخرى. مليح لأنه التلفزيون تخلي الناس تحلم وبتسافر وتشوف أشياء ربما ما تقدرش تشوفها في حياتها، ولكن أنا ما نحبش مثلاً التقليد. اليوم مثلاً أنك تعمل مسلسل لازم بيشبه مسلسل تركي، لا، أنت جزائري عندك ثقافتك، عندك ديكورك الخاص، عندك لهجتك، عندك طريقة لبس، لازم الواحد يحتفظ عليها لأنه هذه هويتنا. ولكن نعم، والحقيقة هذا مش بس حاصل بالجزائر للأسف، يعني التقليد أو الاقتباس، يعني حتى بعض الأعمال التركية أصبحت عم تقتبس، يعني يتم تقليدها يعني تماما. يعني لأنه ممكن ربما لما الواحد يحاول أنه يقدم برنامج مليح، إنتاج مليح تلفزيوني، يروح يشوف طريقة العمل التركية، مع أنه أنا مثلاً اشتغلت في تركيا في سلسلة مع صالح أوغروت ومع المخرج المصري عادل أديب. أكيد التجربة كانت رائعة، في استوديوهات اللي صورها فيها مثلا حريم سلطان ومسلسلات أخرى، ولكن خلينا هذا كان شوية فانتازيا، معليش. بس لما يكون مثلا مسلسل درامي أو ما لازم يكون تأثير هذاك على ثقافة المنتوج المحلي. حضرتك مع أنه الدراما تقترب من الواقع، يعني بمعنى تعكس شيء من الواقع في البلد الذي يعني تنتج وتقدم إليه، يعني تعرض مشاكل المجتمع والناس، تعرض واقع معيشي ربما يكون خاص بالمجتمع مثلا الجزائري او حتى بالمجتمع العربي. يعني مثلا لو نتكلم على معاناة المرأة، راح نلاقي نفس المشكلة ربما في بلدان اخرى. نعم، في تشابه يعني في تشابه لو نتكلم على الاحياء الفقيرة راح والشعبية، راح نشوفوا تقريبا نفس المشاكل. مشوارك كامرأة كان اسهل او اصعب؟ الحمد لله خليته أنا يكون أسهل، لكن في العمق هو صعب. تواجه يعني في مجتمع ذكوري تواجه المرأة مصاعب، أكيد قد لا تكون هي نفسها المصاعب التي يواجهها الرجل، رغم أنه الحمد لله يعني نشوف أنه المجتمع الجزائري يعني غير نظرته بالنسبة للفن، ويتقبل أكثر نساء فنانات، ويعني يكن لهن احترام من طرف الجمهور، ولكن يبقى صعب يعني حتى في الميدان نفسه صعب. أنا من حسن حظي أني استضفت وحاورت يعني العديد من نجمات وممثلات وفنانات الجزائر، يعني تمثيلاً وغناءاً، وبلاحظ أنه يعني الشعبية بالجزائر لكنا هائلة، يعني طبعاً في حب طبعاً وفي احترام الحمد لله لأنه الناس عندهم يحبوا، عندنا احنا اللمة في شهر رمضان تخلي الناس كلها تتفرج على، يعني لازم مثل ما يحضر الأكل يحضر برنامج تلفزيوني الكل يتابعوه. فالحمد لله هم أغلب الأحيان راضيين ويحترمونا. على سيرة المصاعب، بحضرتك قلتي أنه أحياناً في بعض الجهات تحاول استبعادك من العمل، لماذا؟ صحيح. أولاً يعني بده يكون في جهات تحاول استبعادك، ومن هي تلك الجهات؟
والله أنا لا أدري لماذا أقلق البعض من المنتجين أو البعض من الممثلين أو الممثلات، هذا يعني يحصل في الميدان الفني. نعم، نوع من منافسة أبناء المهنة؟ لا، يا ريت تكون منافسة. نعم، بس ربما غيرة أو خوف من أنه الواحد يأخذ مكانه، مع أنه نعم. يعني هذا الواحد أنا أقول هذا نصيب، تاخده ولا ما تاخدهش. لو من حقي يعني ربي كتب لي أني نقوم بهذا الدور راح نقوم به، لو ربي ما كتب ليش ما رانيش راح نقوم نعم. به. وأنا ما نقدر يعني نكون في مكان ممثلة أخرى، وما كاش ممثلة نعم. أخرى تقدر تكون في ما حدا بياخد مطرح حدا بهالدنيا. كل واحد عنده ميزاته خاصة به للجميع يعني. طبعا الدنيا تتسع للجميع، بس للأسف الإنسان يعني دائما بيشعر أنه بده يريد أن يحصل على 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 كل شيء يعني. طبعا. بعض الناس مش طبعا. كل الناس طبعا. لا، وفي عقلية جديدة يعني، في حاجة ظاهرة جديدة اللي هي فيه جماعات شلالية يعني نوع طبعا من كل واحد عنده شلة خاصة به، بس عادي الواحد يفرض نفسه بالعمل تاعه. نعم، إن شاء الله دائما بتقدمي أعمال ناجحة وأعمال محترمة. كمان مرة تانية نذهب إلى الجزء الثاني من قطع وصل ونستمع إليك مع سحر حامد. نشأت في جزائر العاصمة وعشت لمدة 5 سنوات مع ماما وأبي وعمتي. أبي توفى وأنا في عمري 5 سنوات الله يرحمه. كنا ساكنين بشارع مسمى على مجاهد اللي هو عمي الشهيد رابح نوال. وبعدين عشت في حي شعبي باب الواد، وأنا جد فخورة لأنه عشت فيه، لأنه علمني حاجات كثيرة، قيم شعبية صعب أنه نوجدها اليوم. ياريت لو الأب كان مازال عايش كان رح يكون صديقي ويعني الكومبليس تاعي. عائلتي الحمد لله جد متفاهمة وفخورة بيا، والحمد لله يعني ما منعتنيش من أنه نأدي ونشتغل في الميدان اللي أنا نحبه، رافقتني وشجعتني. العمل بالفن صعب مو بالجزائر فقط، نظن أنه صعب في كل العالم. هو الواحد لما يحب الفن لازم يكون محضر نفسه على أنه لازم يقوم بتضحيات، ولازم يكون عنده إرادة وصبر كبير بزاف. على حساب أقوال المخرجين اللي عملت معهم يقولوا أنه الكاميرا تحبني، وأنا أكيد تعلمت نحبها، فبيناتنا قصة حب. الأول كنت حابة نكمل دراستي ونعمل صحافة وترجمة، خاصة أنا كنت بدرس أداب ولغات أجنبية، فكان هدفي أن أعمل ترجمة. ولو كنت لازم نختار فن آخر كنت نختار الموسيقى والغناء، نموت على الغناء والموسيقى يعني، ولكن في الأخير التمثيل أخذني. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. ألف رحمة لرشيد طه وأطال الله عمرك. يعني هاي صوتك جميل يعني، بتقدر تغني في بحة مكسوع بس يعني بالعمل الدرامي إذا كان الدور يستلزم غناء ممكن يعني الواحد يأخذ دروس كوتش يعني كان هي الحظ. لما كنت أدرس من المدرسة الابتدائية والمتوسطة وحتى أول سنة في الثانوي كنت نعمل موسيقى، كان عندنا موسيقى رسم، كنت نشارك في الكوغال، ف يعني فيه باز ربما فيه. حي باب الواد من أشهر الأحياء الشعبية في الجزائر. صحيح، في الجزائر العاصمة. ماذا يبقى في ذاكرتك في وجدانك من ذاك الحي؟ باب الواد قضيت فيه العديد من السنوات، يعني كبرت فيه، نشأت فيه. وأكيد كل ذكريات ربما حي باب الواد عنده روح. لما الواحد يعني لليوم لما الواحد يروح لهذا الحي
راح يحس أنه فيه روح، فيه شيء يعني لا يوصف. لا يوصف. نعم. ويعني الناس كيف مدامنا، الجيران كيف مدامنين ما بيناتهم، مع أنه يعني تغيرت الأحوال، صار في خوف كل واحد يعني. نعم، خصوصا أنه الجزائر مرأت يعني بالعشرية السوداء، نحن نقول تنذكر ما تنعاد. لو حتى يعني زلزال يعني لما ضرب في سنة 2001 أعتقد كانت فيه خسائر في هذا الحي، لما كانت فيه فيضانات كانت فيه خسائر، فمر بعديد من الحوادث هكذا اللي خلات يكون فيه تغيير. بس حي باب الوادي يبقى يعني أنا نحبه وناس و نعم. يعني طريقة العيش فيه وهذاك التضامن وال نعم. من حي أهل باب الواد وأهل كلهم. الجزائر العاصمة والجزائر البلد من أقصاها إلى أقصاها. يعني بالسينما قلنا أنه شاركتي حاجتك بفيلم شهير اللي هو إلى آخر الزمان واللي نال جوائز كثيرة. هالفيلم المفارقة أنه هو فيه قصة حب بين شخص يعني رجل وامرأة متقدمين في السن، ويدور قصة الحب في مقبرة. في مقبرة. نعم. ما الرسالة برأيك التي يعني أوصلها هذا الفيلم؟ هو يعني وهو طبعاً للمخرجة ياسمين طبعاً شويخ. هو أول فيلم يعني طويل. نعم. للمخرجة ياسمين شويخ، ونحن نحيي عائلة شويخ. نعم. لأبوها محمد شويخ مخرج كبير عندنا ونحبوه ونحترمه بزاف، أمها كذلك عاملة في المونتاج. نعم. يعني عائلة فنية وخصوصا في السينما. ياسمين شابة وفكرت هكذا، كتبت هذا السيناريو، ربما حبت توصل أنه يعني في المقبرة ليس بمكان فيه الحزن فقط. نعم. إحنا لما نروح أصلا للمقبرة لأنه في حب للأقارب أو للأشخاص اللي توفوا. نعم. فحتى في المقبرة فيه حياة وفيه يعني فيه حب. دوري يعني كان دور امرأة مطلقة ومتحررة نسبيا. ايه. بأفكارها وب يعني الأجواء الدور في قرية. نعم. هو التصوير تم في مدينة بالغرب في مستغانم. نعم. في قرية هكذا، ولكن خلينا نقولوا أنه المكان بحد ذاته في الفيلم هو خيالي يعني. نعم. نشوفوا يعني رغم وجود الرجال في القرية هذه، لكن هذه شخصية نسيمة إنسانة متحررة وتمشي لابسة عادي وكأنها مثل الغجرية، تشبه غجرية بشعرها وتمشي جد مرتاحة، ولا واحد يشوف فيها بنظرة مش مليحة، إلى أن توصل الجوهر هذه اللي تجي تترحم على قبر أختها. وأختها كانت صديقة نسيمة، فنشوفوا أنه هذه جوهر المرأة يكون عندها أحكام مسبقة على نسيمة إلى أن تفهم حقيقة يعني. نعم. الموضوع حقيقة الشخصية. أدي تعاني المطلقات في بلادنا في مجتمعاتنا العربية من أحكام مسبقة ومن نظرة نمطية؟ لا أدري لماذا هذا الأحكام المسبقة، أكيد فيه غلط. نعم. ولو نرجع يعني أكيد ما نرموش اللوم على الرجل فقط أو على النساء، ولكن خلينا نقول هذه يعني تربية كبرنا عليها وعقلية كبرنا عليها، ولكن أكيد ما عندها حتى ذنب المرأة المطلقة، وأبغى ذو الحلال عند الله هو طلاق، يعني هذا شيء بيحصل في الحياة. نعم. على سيرة أنه عمك مجاهد شهيد الله يرحمه وشهيد له الرحمة، هل ممكن نشوفك مثلا بدور تقدمي دور إحدى المجاهدات الجزائريات؟ يا ريت. ومن مثلا من المجاهدات؟ أكيد في مجاهدات وشهيدات اللي نعرفوهم ومشهورين اليوم. نعم. عالمياً راح أقول لك حسيبة بن بوعلي، أو ولكن اليوم أكيد أجمل تكريم راح يكون جميلة سيدة بحيرة. جميلة بحيرة اللي نحبوها. نعم. كنا ونحترموها. وأنا دائماً في جميلة بوباشا وفي أسماء بصداقتنا يعني طبعاً. بصداقتي مع جميلة طبعاً. يعني وبحقيقة ولكن فيه. نعم. ناس ربما كيف في ميدان التمثيل. نعم. أو الفن فيه ناس تكون مشهورة، ولكن. نعم. في الكواليس بكون فيه ناس آخرين. تتعب ولكن. نعم. ما نعرفوهاش. نعم. فأكيد فيه أسماء أخرى ربما غير معروفة، فياريت بنقوم. نعم. بأعمال اللي تحكي على هذه الأسماء اللي. نعم. مع أنه أنا قريت
عندي أقل من شهر قريت سيناريو اقترحوها ليا اللي راح يحكي على سيرة ذاتية لفنانة كبيرة في الجزائر، ولكن هذه القصة كانت تبدأ من قبل اندلاع الثورة في 54 وخلال الثورة، وراح نشوفوا يعني نضال الفنانين والفنانات في الثورة، يعني لو نشارك فيه راح تشوفوني في هذا بعد ما عطيت الموافقة يعني مازال ما تكملش يعني قريت مين الفنانين اللي يعني سيرة لا مازال يعني مازال سر مازال ولكن نتمنى مشروع أنه جديد نعم مشهورة على مستوى الجزائر ولا على مستوى العالم العربي أيضا؟ لا مشهورة على مستوى الجزائر هذه أكيد، ولكن كانت مشهورة على مستوى الوطن العربي خاصة من فنان اللي أنا ذاك هو فنان مصري كان زار الجزائر وكان يحب صوتها ويسمع أغانيها. مش عم نحكي عن وردة جزائرية. لا مش وردة جزائرية. هذه كانت فنانة عاصمية وإن شاء الله عن قريب راح تكتشف. نتمنى يعني أن نشاهد هذا الفيلم ونعرف كل التفاصيل. طيب من السينما والتمثيل إلى تقديم البرامج، وأشرتي حضرتك أنك يعني خضتي هذه التجربة مع قناة نسمة التونسية وشاركتي ببرنامج اسمه ممنوع على الرجال، كنت تقدمي الفقرة الثقافية خاصة بالثقافة والفن. نعم. ما الذي أغواك أو أغراك بالتقديم التلفزيوني؟ أنا وخارج إنسانة الجزائر يعني أنا إنسانة نحب يعني تجارب جديدة وإنسانة نعم. مغامرة نعم. ويعني ما نرفضش فكرة أني نعيش تجربة جديدة، فكانوا اتصلوا بيا في 2010 على أساس أني ممثلة ناجحة ومعروفة نعم. في الجزائر عندها جمهور لازم يستقطبوك استقطب نعم. جمهوري وتكون فيه متابعة للبرنامج، وكان فيه طبعاً مقدمة من المغرب نعم. ويعني كنا تونس حاضرة المغرب الكبير نعم. فأنا رحت على الكاستينج كان فيه شوتينج صور نعم. من بعد قالوا لي إيمان راح نصور بعد 3 أيام الله أنا ما كنتش حاضرة نعم. فقلت يلا أوكي، وكنا كنت خايفة طبعاً تجربة جديدة في وسط يعني في محيط جديد اللي مع ناس ما نعرفهمش، ولكن خاصة أنه التصوير كان في ظروف المباشر لا. يعني كان لازم نحترم هذا الشيء، ولكن خلتني هذه التجربة أني يعني نواجه الأمر وناخده بجدية ونتحمل هذه المسؤوليات أني لازم نقدم أجمل صورة أولاً كجزائرية، ولازم ننجح في هذا العمل باش نرضي الجزائريين عليا ونرضي طبعا البرنامج ومدير القناة والحمد لله. يعني بماذا خرجتي من هذه التجربة؟ يعني ماذا أضافت إليك؟ ماذا أعطتك يعني كممثلي كإنساني صحيح. كتجربة يعني خطيها وتعلمتي منها؟ التجربة هذه خلتني نعيش استقرار نعم، استقرار مهني، استقرار مادي، يعني استقرار على الجانب الشخصي نعم. في نفس الوقت سمحت لي أنه نتعرف على فنانين ما كنتش نعرفهم من نعم. تونس، لأنه كنت نقوم بأبحاث في إعداد نعم. وفي بحوث يعني الواحد يقوم بها، تعرفت على مهرجانات ربما ما كنتش نعرفها من الأول، تعرفت على أشياء كثيرة، فيعني أكيد زادتني نعم. معلومات وثقفتني أكثر ولكن حين عرضت عليك او طلب منك الحصري ان توقعي على يعني كونترا او على صحيح. عقد عمل يعني يحصر ظهورك بالقناه نفسها قناه نسمه صحيح. اعتذرتي ولم تكملي المشوار؟ ايه هما اقترحوا علي ولكن مع الحصريه، ولكن انا كان شرطي الاول لما رحت لتونس قلت نعم. لهم انا ممثله جزائريه، يعني عملي هو التمثيل، جبتوني كممثله نعم. نقدم هذا الركن، ولكن لما يكون عندي عمل يعني نعم. لا استطيع لي. قالوا لي أن اوكي نعم. في الثاني قالوا لي يا ريت لو تبقي معنا نعم. سنه جديده ونوعدوك انه راح تخدمي كممثله في انتاجات تونسيه خاصه بالقناه، يعني شكرتهم على
هذا الشيء، ولكن قلت لهم نفضل أني نبقى يعني نحب أن نكون حرة يعني. طبعا عملتي مع العديد من المخرجين يعني من الجزائر ومن غير الجزائر، مخرجين صحيح. أيضا غير جزائريين. من يعني المخرج الأكثر من استطاع يعني أن يستخرج طاقاتك التمثيلية سواء كان جزائري أو غير جزائري؟ والله ما دام نحكوا عن مخرجين أجانب راح نضطر أني نذكر أساميهم ونشكرهم. نعم. على يعني كل واحد عملت معاه كانت تجربة جديدة. نعم. ونكتشف طريقة عمل جديدة وطريقة تصوير جديدة. مثلا خدمت في مسلسل طوق النار باللغة العربية الفصحى. نعم. مع مخرج أردني اللي هو بسام المصري، فطريقة التصوير والتقطيع كانت جديدة مختلفة. نعم. خدمت مع المخرج المصري سمير سيف في نعم. فيلم القديس أغسطينوس، وهذا كان إنتاج تونسي جزائري. نعم. موزع لبناني ومخرج مصري، فكان في خليط جميل يعني. نعم. معروف الفيلم يعني مشهور. هو يعني نعرض في العديد من البلدان. حبيت كثير التعامل مع سمير سيف، وتعرفت على مخرج وإنسان متواضع جدا. نعم. وكثير حبيته صح، مع انه كان عندي ظهور فقط. نعم. كنت جالست في الفيلم. عادل اديب ثاني التجربه كانت رائعه معاه، واخر منتج اللي نظن انه صح اشتغل على كل شخصيه في المسلسل هو نصر الدين سهيلي، مخرج تونسي نحييه اصلا لانه هو ممثل. نعم. ماذا تقولين اليوم للمخرج جعفر قاسم يعني الذي كان أول من قدمك يعني في عمل؟ أكيد نشكره. نعم. نقول له شكراً لأنك أنت أول من اكتشفني وعطاني هذه الفرصة أني نمثل وأمنت فيها، فشكراً جزيلاً. وفي نفس الوقت نقدر نلومك ونقول لك علاش وعلاه يا جعفر وعلاه ورطني يعني ورطني بهذا الورطة، ولكن لا خلاني نعيش تجربة جميلة جدا. نعم. شكرا. بمعظم مشاركاتك الدولية يعني لما بتكوني بمهرجان أو مناسبة دولية بتحرصي على ارتداء زي جزائري يعني من الأزياء الجزائرية، والجزائر متنوعة يعني الأزياء فيه جدا بحسب المناطق والمدن والقبائل، ويعني كثيرة الأزياء الجزائرية وجميلة أيضا. ليش عندك هالحرص أنك ترتدي زي الجزائري؟ نرجع ونقول أنه يمثل هويتنا. نعم. لما تشوف واحد لو نشوف بنت لابسة ساغي راح نعرف أنه هندية. نعم. لو نشوف بنت لابسة كراكو أو ملحفة راح نعرف أنها جزائرية. لو نشوف يعني هذا هوية. جزء من الهوية. وأنا صحيح الجزائر عندها هو بلد كبير وجد شاسع وعنده تقاليد مختلفة، وكل منطقة عندها زي تقليدي الخاص بها، وانا نحب تقريبا كل الازياء، ولكن عندي نفضل زي العاصمي وشاوي نعم. منحاز كل مره يعني لمسقط راسك يعني ربما ربما. نعم. ولكن نلقاه نوجد. نعم. فيه اناقه يعني، فنعتز به ونفتخر به ونحب في نفس الوقت يعني نبين الاشياء اللي عندها الجزائر يعني. نعم. في بين إيديك حالياً أعمال مقبلة يعني نحن بتعرفي معظم الدراما العربية تحضر لشهر رمضان المبارك، هل بدأت يعني بين إيديك عروض؟ هل وافقتي على أعمال معينة على أدوار معينة أم ماذا؟ ما جديدك يعني باختصار؟ والله فيها عرضين. نعم. فيها كانت عندي تيست كاميرا لفيلم طويل فيلم. نعم. تاريخي، لكن ما فيش يعني كان فيه تيست كاميرا فقط. نعم. وكان فيه اقتراح دور رمزي هكذا يعني مش دور رئيسي ولا. نعم. دور رمزي ولكن فيه جهاد، هي مجاهدة. نعم. فنانة ومجاهدة في نفس الوقت، فأنا كملت القراءة ولكن مازال ما فيش يعني تفاهم لأنه حاليا الأوضاع السياسية. نعم. خلتنا ما نعرفوش استقرار والامور مش مبينه يعني هل راح يكون فيه انتاجات. هو من الاول كان فيه ازمه انتاج وازمه. نعم. تمويل لانه في الجزائر ما في انتاج صح
ما عندناش منتجين، عندنا منتجين منفذين. نعم. يعملوا مع قنوات أو مع وزارة الثقافة، فلو ما فيش سبونسور أو ما فيش تمويل من الخواص ما راحش يكون إنتاج. إحنا نتمنى أنه الأمور يعني تتحسن ونقدروا إن شاء الله. في الحال نتمنى يعني لك شخصيا وللجزائر والشعب الجزائري كل الخير، كل الاستقرار والازدهار والأمن والأمان، وإلى تقدم بإذن الله. وأنا يعني كنت سعيد بزاف بوجودك وبحضورك إلى بيت القصيد. أهلا وسهلا. شكرا. شرفتينا. شكرا جزيلا. أنا كنت أسعد ويا ريت ان شاء الله انت دائما تعطي الفرصه انه فنانين جزائريين يحضروا، ومن خلال برنامجك يعني ربما فيه ناس تكتشفنا وتعرفنا، وحتى جمهور لبناني والجمهور العربي بشكل عام يتعرف علينا. فشكرا جزيلا، ونتمنى كما احنا نشوفوا يعني البرامج العربيه سواء كانت تلفزيونيه او افلام، ان شاء الله تعرض افلام جزائريه و نتمنى ذلك. نتمنى ونحاول دائما إن شاء الله. ان نكون صلة وصل يعني بين كل المبدعين العرب. شكرا جزيلا. شكرا. وبين المشرق والمغرب بطبيعة الحال. شرفتي بيت القصيد. اهلا وسهلا. الله يسلمك. شكرا لفريق العمل ولمشاهدينا في كل انحاء العالم. نلتقيكم الاسبوع المقبل على خير باذن الله.